بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف العاشر الأساسي، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو الدرس 17 بعنوان أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الدرس الماضي في حديث نبوي شريف، والذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخلاق المسلم وكيفية المسلم وتعامله مع الآخرين. اليوم رح نتحدث في هذا الدرس عن أثر الإيمان في بناء شخصية المسلم. طبعا حرص الإسلام على بناء شخصية المسلم ليكون قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه نفسه ودينه وأمته، وللإيمان دور عظيم في هذا البناء يظهر فيما يأتي. أولاً، تحقيق التوازن في شخصية المسلم. يجعل الإيمان شخصية المسلم شخصية متوازنة، إذ تبني أفكاره وتصوراته بعيداً عن التطرف والمغالاة في عباداته وطاعاته وسلوكه وأفعاله وكل جانب من جوانب حياته، فلا إفراط ولا تفريط، وإنما تكون معتدلة متوازنة، وهو بين حالتي الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، وهو يؤمن بالآخرة ويعمل لها ولا ينسى نصيبه من الدنيا. قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر، وصل وأنت وآت أهلك، واعط كل ذي حق حقه. فلما كان في الصبح أخبر أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قاله سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، مثل الذي قال لك سلمان. طبعا جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: فإني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثانيا، إكسابه الشعور بالعزة. حرص الإسلام طبعا على تحقيق كرامة الإنسان وشعوره بالتميز عن باقي المخلوقات، فبالإيمان يرتبط الإنسان بالله تعالى ومنه يستمد قوته وعزته. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهو يعتمد على الله وحده في كل أموره، مع أخذه بأسباب النجاح والتوفيق. لكن المسلم مع فخره بدينه واعتزازه به لا يتعالى على الناس ولا يتكبر عليهم، بل يكون ناصرا ومعينا لهم ويساعدهم على قضاء حوائجهم. فالمسلم خلوق سمح يعكس أخلاق الإسلام. ثالثا، تمكينه من التفسير الواضح للوجود. طبعا يحتاج الإنسان إلى تفسير واضح للوجود من حوله ليعلم مكانه ودوره فيه. فتراه يسأل: من الذي خلقني؟ ولماذا خلقني؟ ومن خلق هذا الكون وما فيه؟ وما الغاية من هذا الخلق كله؟ وإلى أين المصير؟ وغيرها من التساؤلات التي تخطر بباله. طبعا وتأتي هذه الحقائق لتقدم الجواب الشافي عن كل هذه التساؤلات. فالمسلم يعتقد جازما أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون والمدبر لأمره، ويؤمن بأنه مخلوق لعبادة الله وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويدرك الإنسان أن هذا الكون مسخر لينتفع به، وأن الحياة ابتلاء واختبار له لمعرفة مدى التزامه بمنهج الله القويم.
ويوقن كذلك بأن حياته ورزقه بيد الله تعالى، وأن نهاية المخلوقات جميعها هي الموت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولهذه التفسيرات الواضحة آثار إيجابية تظهر في حياة المسلم منها: أولاً، التحرر من القلق والحيرة واليأس. ثانياً، نبذ التقليد الأعمى والتفسيرات المناقضة للعقل والفطرة. ثالثاً، الإيجابية والإقبال على العمل المثمر في الحياة. رابعاً، الدعوة للتفكير في نفسه وفيما حوله من ظواهر بمنهج علمي. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رابعاً، إكسابه الأخلاق الفاضلة. طبعاً عقد الإسلام رابطاً وثيقاً بين الإيمان والأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال أيضاً: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. والمسلم يجب يحب الله تعالى ولا يعصيه، ويكون باطنه مثل ظاهره مستقيماً ثابتاً. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي تحلي المؤمن بالأخلاق الفاضلة آثار عظيمة تعود عليه وعلى المجتمع بالخير، منها نيل الأجر والثواب من الله تعالى، البعد عن الرذائل والمنكرات من الأقوال والأفعال، تحقيق التعاون والإيجابية بين أفراد المجتمع. أعزائي الطلبة، من القيم المستفادة في هذا الدرس: أعتز بديني، أكون متوازنا في سلوكي، أتحلى بالأخلاق الفاضلة في تعاملي مع الناس. طبعا أحبائي، الأسئلة الموجودة أمامنا صفحة 80 واجب بيتي على دفتر التربية الإسلامية. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.